أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير. نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. في هذه الحلقة أيها الإخوة أيها الأخوات، نسعد وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصرع، أستاذ الفقه في جامعة القصيم، عضو التوعية في الحج، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن استفتاءاتكم وأسئلتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا، سعداء بوجودك معنا. نسأل الله عز وجل أن تقبلنا من الإكراه. آمين، تقبل من الجميع، وحيا الله الأخوة والأخوات، نسأل الله أن يكون لقاء نافع مبارك. اللهم آمين، بارك الله فيكم. نرحب بكم مرة أخرى، ولمن أراد طرح سؤاله واستفتائه فالأرقام متظاهرة أمامكم على الشاشة من داخل المملكة، وكذلك لمن هو خارجها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بسؤال بعثته أم محمد، وهو سؤال متكرر في كل حلقة ويكثر السؤال عنه، وهو: أيهما أفضل، أن يضحي المسلم في بلده أو يعطيها جمعيات وجهات موثوقة لذبحها في بلدان فقيرة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مما يسهل الوصول لجواب مثل هذه الأسئلة أن يستحضر المؤمن مقاصد العبادات، فإن إدراك المقاصد يبين أيهما أفضل. ذاك أننا إذا أدركنا أن مقاصد العبادة كذا وكذا، فكلما كان محققا لمقصود العبادة كان أفضل وأولى وأعظم أجرا. الأضحية ما مقصودها؟ هل مقصودها إطعام المساكين والتصدق باللحم، أم مقصودها التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضحية، والتقرب إلى الله تعالى بالأكل منها، والتقرب إلى الله تعالى بالإهداء، والتقرب إلى الله بالتصدق؟ هناك مقاصد عديدة وليس فقط الإطعام على هذا النحو أو على هذا التوجه. وبالتالي عندما نفهم أن المقصود من الأضحية هو هذا المقصد، بالتأكيد عندما أهدي طعامي أو أضحيتي أو أوكل أحدا في الأضحية في بلد بعيد، فإن جميع أو حتى بلد قريب لن تتحقق هذه المقاصد، وبالتالي فإنه يفوت خير كثير بالأضحية من حيث التقرب إلى الله تعالى بهذه المعاني. لكن أحيانا قد، وبالتالي من حيث الأصل الأفضل أن يضحي الإنسان في بلده، والأفضل أن يباشر ذلك بنفسه، هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرر فعله سنوات متوالية ومتعاقبة. حتى في حجة الوداع ضحى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم بشاة. كل هذا الحرص المتعاقب لسنوات عديدة يدل على أن مباشرة الذبح والتقرب إلى الله تعالى بالأضحية هو في ذاته مقصود للشارع ينبغي أن يحرص المؤمن عليه. هناك مصالح أخرى تتحقق بالأضحية، مثل إطعام الفقراء، مثل صلة الأقارب بالإهداء إليهم. أقول هذه المقاصد الأخرى يمكن تحقيقها إذا أتيت بالمقصود الأول وهو التقرب إلى الله بالذبح ومباشرة ذلك بنفسك. فإذا كان الإنسان يقول والله أنا ما مباشرة بذبح في كل الأحوال، سواء في بلدي ولا في غير بلدي، أنا الآن بشاهد وبعطيها قصاب أو جزار يقوم بعملية الذبح وتأخذها الجمعية والفقراء، عند ذلك نقول فيما إذا كانت هذه الصورة القائمة، تبحث عن أكثر الجهات حاجة.
لأن هنا المقصود لن يتحقق. صحيح انتفع. وأيضا أحيانا يصير عنده مثلا وصايا كثير، يعني هو متوكل عن قوم عديدين أو عن ويقوم بوصايا عدد من الأموات يتقرب بالذبح إلى الله تعالى، يتقرب الله تعالى بالذبح لهم. هنا نقول أيضا في مثل هذه بعثها إلى الأكثر حاجة، قد يكون أطيب وقد يكون أنفع للفقراء. نعم. وأنفع للموصيل، لأن الموصي ليس قصده الذبح في ذاته، التقرب لله تعالى بالذبح، ولا يباشره أكيد بوصية. فهنا الوكيل كالوصي، لن يأكل منها، لن يهدي منها، فكونه يبحث عن مواطن الحاجة والفقر والعوز أعظم أجر. فليس هناك ثمة جامع، جواب جامع لكل هذه الصور، إنما يختلف باختلاف حال الإنسان. قد يكون أفضل أن يضحي في بلده، وقد يكون أفضل أن يضحي في خارج البلد. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أستاذنكم معي أم هارون، تفضلي يا أختي الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين من فضلك. تفضلي يا أستاذ. الأول، أيهما أفضل يا شيخ، ذبح الشاة أم ذبح البقر؟ نعم، الأفضلية يعني السنة. سؤال ثاني، هل الأنين عند المرض يعتبر شفة من الله؟ هل الأنين عند المرض؟ طيب، عندنا مفهوم سؤال، مفهوم يعتبر شركا؟ لا، يقول لا يعتبر، هل يعتبر شكوى من الله شكوى عندما شكوى الإنسان عندما يكون مريض؟ طيب، بارك الله فيكم. شكرا لك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام. أبو حذيفة معي، تفضل. تفضل أبو حذيفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، بدي أسأل عن بيع عن استبدال الدولار بالريال وبالدينار وهكذا، في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشفوا، لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعض على بعض، ولا تبيعوا الورقة بالورق، ولا تشفوا بعضها ببعض. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. أمة الله من العراق، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت. الشيخ خالد معي. تفضل يا أخت. ودي أسأل الشيخ، أنا الآن في حيرة من عندي، أخوي تزوج بنت خالي، هذه صار والله يا شيخ متعبنا، فيليت الإجابة تكون لي. أخوي تزوج بنت خالي وطلق مرة الأولى قدامنا، وصوتك ما واضح يا أختي. يا أختي، يا أختي الكريمة، صوتك ما واضح. أخوك تزوج ابنة خالك وبعد ذلك وطلق المرة الأولى، المرة الأولى طلق بالجامعة، وظلت بيناتهم مشاكل، وظلت بيناتهم مشاكل، فكان يهددها دائما بالطلقة أن بدت معلقة على الوحدة، فما ندري حنا الطلقة الثانية كانت إيش بدها في الأولى. يا أختي الكريمة، بشويش كما يقولون، أخوك طلق. المرة الأولى قدامنا، يعني كان حنا موجودين وكان الطلاق يعني قدامنا. طلق زوجته قدامكم، طيب. ظلت بناتي يعني مشاكل، فكان دائما يهددها بأنه أنها معلقة على طلقة واحدة، فبالتالي آخر مرة طلق ثلاث، هم قدامنا الثلاثة الثانية كافية قدامنا. طيب، والسؤال وشو الآن؟ طلق مرة ثم طلق ثلاث مرة ثانية، وش السؤال؟ لا، أنا طلق هو مرة الأولى، بعدين مرتين حين ما ندري، المرة الثالثة طلق ثلاث مرات. يعني طيب، أعطينا السؤال يا أختي، فهمنا الكلام، أعطينا السؤال، وش السؤال؟ فاستفتوا مشايخ عندنا ثلاثة بكورونا قلنا لا تحله. طيب، السؤال واضح الآن، يعني أنت تسألني هل هو تحله أو لا تحله. الأخ أخوت خليه يتصل. الآن المصيبة يا شيخ، أختي يا شيخ، المصيبة الآن هو رجعها. أختي الكريمة، هل الحين أنا أسأل السؤال كله، احنا الآن انقطعت لي فترة من أول ما رجعها على أساس إنه حرام. أختي الكريمة، يعني لعل صاحب الشأن الآن هو الزوج والزوجة، يتعلق بهم الحكم الشرعي، ويتعلق وكذلك حتى المقصد والنية والتفاصيل كلها عند الأخ أو الزوجة كذلك. لعل الأخ الكريم يتواصل معنا يا أختي أمة الله، وأعتذر منك، لعل يتواصل معنا أو مع أحد أصحاب الفضيلة المشايخ ويطرح ما لديه وتفاصيل هذا الطلاق، وبالتالي يحصل على إجابة واضحة ومباشرة. تسمح لي؟ تفضل يا سيدي. هو أيضا ما يخص الأخت، يعني يمكن تقول أنا شهدت الطلاق وأنا ذمتي شيء، أنا أقول ما عليك شيء، هذا يمكن يقصد الأخت الكريمة. أنت بخصوصك ما عليك شيء، أنت أوصيهم وأنصحيهم بمراجعة العلماء لاستبانة هل وقع الطلاق وما وقع وكم وقع،
وعند ذلك انتهى ما عليك ولا تقاطعيهم ولا وليس عليك حرج ولا الحق في ذمتك شيء. بارك الله فيكم. لعل هذا هو المقصد من سؤال الأخت الكريمة واتصالها بانه يعني شاهدت هذه الحادثة نعم وتشعر ان هذا الزواج بطل وبالتالي هو ارجعها الى ذمتي. بارك الله فيكم. ام صالح معي تفضلي. الله عليكم السلام ورحمة الله. عندنا سؤال الله يجزاك خير ان شاء الله يجعلنا في ايام مباركاتنا مقبولين احنا واياكم شيء. امين يا اختي الكريمه. السؤال الاول يا ام صالح. السؤال الاول يا شيخ اسال انا ان في ديور سميه شيخ مقبره شيخ المكان يعني اللي اصلي به يصير يعني بيني وبين القبله. من يكون بينك وبين القبله؟ ديور سميه يعني تكرمون. طيب. السؤال الثاني. نعم. شيخ انا تعبت شيخ عندي مشوار تعب بالمره شيخ. كبر شيخ وعده اقطع التكبير حين اقطع الصلاة شيخ اكثر شيخ بوضو بالصلاة شيخ تعبت بالمرة حين شيخ طيب ما ينفع ما ينبل الله سبحانه وتعالى. يا ام صالح الله يشفيك ويعافيك. انت اتصلت فينا في البرنامج هذا وطرحت هذا السؤال اكثر من 50 مرة وسمعت إجابات أصحاب الفضيلة. أنا أدرك ما تعانينه وأسأل الله عز وجل أن يرفع ما بك من وسواس. ماذا عملتي أنت؟ يعني أجابوك أصحاب الفضيلة بمراجعة الأطباء بالرقية بتقوية الإرادة عندك والتخلص من هذه الأشياء. ماذا يعني عملتي؟ يعني نطرح نعيد السؤال إليك يا أختي الكريمة. أنا شيخ يعني أسمع رغي شيخ حين أطلق الجوال حين أطلق الرغات يا شيخ الحين شيخ ما يعني ما الحين ما تفيد الناس ما سؤال محدد سؤال أنت سويت يعني الآن أجابوك أصحاب الفضيلة يمكن 50 إجابة في خلال هذا البرنامج خلال سنتين ماضيتين ماذا استفدت من هذا من هذه الإجابة؟ ما أطبق يعني أسمع كلام شيخ وزام خير وكذا بس إني ما أطبق ما أستطيع شيخ من الوسواس اللي عندي بالمرة شيخ عندي وسواس آخر. طيب هو يعني ابو محمد وضع السؤال يعني النقاط على الحروف يعني انت لا تحتاجين لجواب شرعي فلذلك لا تتعبي بالاتصال على البرامج للبحث عن جواب انما ابحثي عن الحل عند غير هذه البرامج ابحثي عن الحل عند الاطباء ابحثي عن الحل في الاستعانه بالله في سلوك ما وجهوك اليه المشايخ واسال الله ان يشفيك ويعافيك. شكرا صالح. معي ابو طيف تفضل. ابو طيف السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم. شيخ عندي سؤالين وتسأل. تفضل يا سأل. السؤال الأول ما هي الأحكام المتعلقة بالأذان؟ إني أخلص لا إله إلا الله في دعاء أدعية قبل الله رب العالمين دعوة التامة. نعم. وما معنى الله رب العالمين دعوة التامة صوت القائمة؟ طيب. وأيضا يا شيخ إذا كنت الأذان أحيانا أقوله وأحيانا مثل استيقظ بعد ما خلص الأذان هل يشملنا إن شاء الله صفات النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب. السؤال الثاني. تفضل يا أستاذ. السؤال الثاني يا شيخ إذا كنت مأموم مع الإمام مثلا نسيت قراءة الفاتحة ركن من الأركان وكذا هل يسقطني بسبب فاتحة الجماعة؟ أنت في جهرية ولا سرية يا أستاذ؟ سرية. سرية نعم. أي شيء ركم من أركان الصلاة يعني. طيب. نسيانا ما هو عمدا. استفسار يا شيخ. عمدا أو نسيانا يا أخي الكريم. لا نسيان نسيان. طيب. استفسار يا شيخ أنا طلبتك قبل الشيخ الشيخ صالح بوزان والشيخ عبد العزيز. ما أدري أن الله مشار قريبا بالجواب الكافي. إن شاء الله تعالى يعني الدعوة موجهة لأصحاب الفضيلة وإن شاء ننتظر موافقتهما وعسى أن تكون قريبا يا أستاذ الكريم. شكرا جزيلا لك ابو طيف. شكرا لكل الاخوه والاخوات واعود لكم فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور خالد بن عبد الله مصلح عضو التوعيه في الحج. ام هارون تسال عن ايهما افضل ذبح الشاة ام البقر وهل المقصود حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين او ضحى بكبشين هل المقصود الخروف او يشمل كذلك الشاة؟ نعم يتعلق ب هل الافضل البقر او الغنم. جنس الغنم أفضل من جنس البقر في الأضحية وكذلك الإبل وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ولزم هذا على طوال السنوات التي كان صلى الله عليه وسلم يضحي فيها ولهذا السنة في الأضحية أن يضحي بكبش هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولازم ذلك لسنوات طوال فالأفضل في جنس الأضحية الكبش
لفعله صلى الله عليه وسلم، ويجوز من بقية بهيمة الأنعام سواء كان ذلك ببقرة كاملة أو إبل بعير أو إبل كامل أو جزء منها بالمشاركة في الإبل أو البقر، السبع بقرة وسبع بدنة. لكن الأفضل والأكثر أجرا هو ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيما يتعلق بهل الأفضل الذكر من الكبش من الشاه من المعز والضان، أو الأفضل الأنثى؟ الأفضل الأنفع والأعلى ثمنا والأغلى عند أصحابها والأطيب لحما. وفيما أعرف أن الذكر في هذه في هذا الجنس أفضل، ولذلك الأفضل هو أن يكون ذكرا. لكن إذا كان الأنثى ميزة أخرى يعني فهنا الميزة يعني مثلا عنده ذكر من عنده خروف وعنده شاة والشاة أفضل، فهنا الأفضلية خاصة بما أنه هذا الذي عنده. لكن من حيث الاختيار الابتدائي الكبش أفضل والخروف أفضل من الشاة وأنثى المعز. بارك الله فيكم. هذا سؤال من سعيد الألماني من ألمانيا، يقول: نحن نحتاج إلى تفصيل في حكم التحاكم إلى المحاكم الوضعية هناك، لأن البعض منا يكفر من فعل هذا أو من ذهب إلى هذه المحاكم. يعني قضية التكفير ينبغي التريث فيها، قضية ليست بهذا اليسر أن تكفر من يقول لا إله إلا الله، بل يجب أن يكون هذا التكفير مستندا إلى أصل قاعدة، ولا يصل الإنسان إلى الحكم بالكفر إلا وفق خطوات. أولا أن يكون الفعل الذي كفر به فعل متفق عليه، هذا أول ما يكون أنه كفر، فلا بد أن يكون متفقا عليه بين أهل العلم في أن هذا من الكفر، وهذه القضية لا تتوفر في هذه المسألة. فإن مسألة التحاكم إلى القوانين الوضعية عندما يعجز الإنسان عن أخذ حقه إلا من هذا الطريق لا إشكال أنها مسألة خلافية. والذي يظهر لي أن قول جمهور العلماء أنه يجوز له التحاكم في هذه الصورة لأنه لا يستطيع أن يستنقذ حقه إلا بهذا السبيل. هذا تطبيق، يعني الآن عندنا قاعدة وتطبيق، وتبين أنه التطبيق الشرط الأول من شروط التكفير ليس موجودا، إضافة إلى أنه لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وهذه قضية يعني هذه لا يطلع بها الذي لا يحسن معرفة أحكام الطهارة، فضلا عن أن يرتقي إلى إثبات حكم الكفر. والثالث من هذا أنه لا بد من استتابة يعني فيما يتعلق بمسائل التكفير، فالقضية تحتاج إلى أنات ورشد. وأما ما يتعلق بأصل المسألة ذكرت فيها خلاف وهو التحاكم إلى هذه المحاكم. ما هناك خيار في المنازعات المالية، وفي كثير من المنازعات ليس هناك خيار إلا الذهاب إلى هذه. لا، إذا ترك الذهاب إلى هذه المحاكم ذهب حقه، وعندما يكون الأمر بين أن يذهب حق أن يذهب حقك وأن تتحاكم إلى من يحكم بغير الشريعة لأخذ حقك أو لأخذ بعضه، فحان عليك بعض الشر أهون من بعض فيجوز التحاكم. وقد نص على هذا جماعة من العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله في كتاب الطرق الحكمية ذكر جواز التحاكم إلى من لا يحكم بالشريعة إذا لم يكن هناك سبيل لاستنقاذ الحق إلا هذا الطريق. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخوة من بندر بعث به، وقل نحن هذا سؤال يخصنا كطلاب مبتعثين في إحدى مدن كندا. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، نسألك عن وضعنا، فنحن إدارة نادي سعودي مبتعثون في كندا، وقررت الجماعة الإسلامية في منطقتنا أن عرفة يوم السبت والعيد يوافق الأحد، بينما المدن المجاورة لنا قرروا عرفة الجمعة والعيد السبت، فما الحكم في حقنا؟ هل نوافقهم أم نوافق وقفة الحجيج بعرفة يوم الجمعة وعيد المسلمين السبت؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ترجع إلى ما يتعلق بالهلال. هل رؤية الهلال في مكان وبلد يعم جميع بلدان المسلمين ويعم جميع المسلمين في أقطار الدنيا؟ وهذا مذهب الحنفية والحنابلة بالنسبة للحج، بالحج والعمرة، بالحج وعفوا بالحج ورمضان. نعم، يعني هي مسألة واحدة لكن تظهر بصور مختلفة في رمضان وفي الحج. يمكن الحج في نص شرعي أن العيد يعني الأضحى يوم يضحي الناس. نعم، وهذه نفسها الفطر يوم يفطر الناس هي يعني. نعم، جاءت في هذا وفي هذا.
بالتالي الآن هل المسألة يعني منفصلة عن الأصل؟ لا، ليست منفصلة عن الأصل. فمن كان يقول من إذا رؤي الهلال في مكان عم حكمه الدنيا كلها، كان هذا متسقا أنه الآن رؤي في مكة وأعلن، وبالتالي يتبع ما يكون في 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 مكة في صومه وفي عيده. إلا أن الواقع العملي أن الناس مختلفون، لا يعملون بهذا القول، إنما كل أهل جهة يتبعون ما تصرح به الجهات المسؤولة عن رؤية الهلال في البلد. فإندونيسيا في المشرق لهم رؤية، وأقصى المغرب لهم رؤية، وبالتالي من حيث التطبيق العملي والذي يسعى الناس هو أن يتبعوا ما أعلن في بلدانهم. الجهات التي لا إعلان فيها كأوروبا، ما هناك جهات تعلن رؤية الهلال لعموم الناس ويأخذ بها، وكذلك في أمريكا، وكذلك في سائر جهات الأقليات الإسلامية التي ليس لها قائد يتبعه الناس أو جهة رسمية كالبلدان الإسلامية يتبعها الناس في الصوم والفطر، يتبعون مكة. نعم. إذا كان هذا الأصل، إذا كان عمل الناس على الغالب، وهذا يحصل في بعض الأحيان، تكثر الجالية مثلا الفلانية ويتبعون بلدهم، وبالتالي سينقسم الناس. هنا لو تبع الأكثر الأمر في هذا واسع، لكن الجهات التي فيها انقسام والناس من ناس هنا وناس هنا وليس فيها وحدة من حيث الجهة التي تعلن، أرى أن يتبعوا مكة في 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 صيامهم وفي فطرهم وفي صيام عرفة وفي العيد. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. في سؤال من هارون الآخر، تقول هل الأنين من المرض يعتبر شكوى من الله عز وجل ومن هذه المصيبة؟ لا، الشكوى هي أن يصدر على الإنسان ما يدل على الضجر والجزع وعدم الصبر، أما أن يكون هناك شيء طبيعي بمعنى أن يجد ألما فيتأين لهذا الألم، فلا بأس بهذا، لأن يعني الشكوى هو الصوت الطبيعي الصادر عن التألم، ولا يدل على الرضا ولا عدم الرضا، إنما هو نتيجة طبيعية لمقدمة وهو وجود الألم. من العلماء من يرى أنه إذا كان يستطيع كبح الأنين فهذا أفضل، جاء ذلك عن طاووس رحمه الله، قد أن الإمام أحمد في مرض موته فقيل له إن طاووس قال يكتب على الإنسان حتى الأنين، يكتب على الإنسان حتى الأنين، فقال فامتنع الإمام أحمد من الأنين خشية أن يكتب في صحيفته، وهو وراء يعني نعم. هذه مرتبة عالية. نعم. لكن هذا لا يعني أن الأنين الأنين مشكل، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت ورأسه. نعم صحيح. وهذا نوع شكاية لكنه ليس للتألم أو الضجر، فقال بل أنا ورأسه، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا إله إلا الله إن للموت سكرات، هذا خبر عن ما يعانيه صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه ابن مسعود قال يا رسول الله إنك لا توعك، قال إني أوعك كما يوعك الرجلان، فكل هذا خبر عن ألم يجده سواء كان بالأنين أو باللفظ والكلام، لكن هذا ليس شكاية، هذا خبر. وفرق بين أن تخبر عما تجد لما يسألك الطبيب أو هناك مصلحة من الإخبار بما تجد، واحد يقول لك شلونك، والله الحمد لله اليوم أحسن أنا من أمس أجد كذا، يعني هذا ليس شكوى، هذا خبر. أما الشكوى فهي أن تشكو الله إلى خلقه فتقول أصابني وتجزع وتتضجر من ولماذا أنا من دون الناس، وأحيانا يصاحبه مثل هذا الاستفسار، ليش أنا ما استاهل، أو حتى قولة الناس بعض فلان ما استاهل ما نزل به، هذه يستاهل ما يستاهل، هذا ليس للإنسان فيه مدخل، هذه قضاء وقدر والله أعلم، حيث يصيب ومن يريد له به خيرا يصيب منه، فينبغي الصبر والاحتساب، لكن الأنين ليس من الشكوى ولا من الضجر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك أستاذ الأخوة والأخوات في فصل إعلاني قصير، نعود بعده المتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. صفوا الصباح يا أبي ضفائري،
عرض حصري ولفترة محدودة لمشتركي المجد. جدد اشتراكك الآن لمدة عامين ب 888 ريالا فقط. للتجديد 011-225-7777. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح. حياكم الله شيخ. الله يحييك، مرحبا بك. أبو حذيفة يسأل عن بيع أو استبدال الدينار بالريال أو بالدولار، أو استبدال الدولار بالدينار والريال وغيره، ما الأحكام المتعلقة؟ يعني هذا ما يتعلق ببيع العملات. بيع العملات في قول عامة العلماء أنه من الصرف، وأن كل عملة تعتبر جنسا مستقلا، وبالتالي بيعها لا يجري فيه ربا التفاضل. فيجوز أن أبيع ورقة ريال سعودي بعشرات أوراق ريال قطري، ريال يمني، دينار كويتي أو دينار ما هناك، يعني ما هناك اشتراط في التماثل في العدد، إنما المطلوب في مثل هذه العملات أن لا يكون فيها تأجيل. بمعنى أني أشتري منك 100,000 دينار أردني بكذا سعودي، يجب التقابل في الحال، ألا نتفرق بيننا شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا بد من يدا بيد لأن الأصناف اختلفت. طبعا هذا قول جماهير العلماء الذين يرون أن هذه الأوراق النقدية كل جنس منها يقوم مقام الذهب والفضة، كل منها جنس مستقل. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من إحدى الأخوات بتول، تقول: لدي ابن عمره 2 وأرغب في أخذ يتيم أخا لابني، ما حكم استخدام حبوب التي تدر الحليب، وهل يصبح ابنا لي باستخدام هذه الحبوب؟ نعم، هو الرضاعة تثبت بأن يرتضع الطفل الذي لم يستقل بالطعام وهو ما دون 2 ونحوها 5 رضعات مشبعات، سواء كان هذا الحليب المجتمع ناتج عن حمل أو كان ناتج عن معالجات أدرة الحليب، فكلاهما سواء في إثبات حكم الرضاعة. وبالتالي إذا فعلت هذا بأن تبنت طفلا وليس مع حليب وأخذت ما يدر الحليب، فهو ابن لها إذا اكتمل له 5 رضعات مشبعات في مدة الحولين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أم صالح في سؤالها الأول تسأل عن الصلاة تجاه في البيت تجاه دورة المياه. جعلت الأرض مسجدا وطهورا كما في الصحيحين من حديث جابر، وهذا يدل على أنه إذا صلى في أي بقعة طاهرة ولو كان بين يديه ما بين يديه من الأبنية فإنه لا حرج عليه وصلاته صحيحة. يعني كونه هو يعني وده يكون في مكان أطيب هذا شيء يرجع له، لكن من حيث هذه البقعة إذا صلى فيها الإنسان هل صلاته صحيحة؟ الجواب نعم، ولو استقبل بيت الخلاء أو دورات المياه ونحو ذلك. نعم. وأحيانا يأتي سؤال أيضا للذين يصلون فوق أكرمك الله محل الصرف الصحي. نعم. بمعنى أنه يسمت ويكون تحت الصرف الصحي. نعم. صلاتهم صحيحة لأنهم لم يصلوا على أرض طاهرة، وكون تحت الأرض أو تحت هذا البناء صرف صحي هذا لا يؤثر في صحة الصلاة. بارك. هل يختلف في مثلا لو إذا كان دورة المياه مفتوح بابها أو لا؟ لا لا فرق، لأنه الكلام على أنه هذا بناء مستقل، كونه مغلق الباب مفتوح هذا لا يؤثر. نعم. في صحة الصلاة ولا أثر له بالكلية. لكن الإنسان عموما يعني إذا أراد أن يبحث عن أطيب مكان للصلاة خشوعا ويعني قد عفوا يعني دورة المياه قد يعني المكان القريب منها تزامنه روائح، لكن اليوم الناس أصبحوا في ترف دورات المياه في داخل غرف نومهم، وبالتالي قد تكون القبلة إلى جهة دورة المياه. نعم. فلا حرج أن يكون الباب مغلق مفتوح ما دام المكان طاهرا، يعني أطيب ما يجده للصلاة. الحمد لله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معي أم أمين من الجزائر، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ. بارك الله فيكم على هذه الحصة. هيا يا شيخ بارك الله فيك. هل إذا مثلا هل الرحم هل يتطلب عند زيارة الأرحام مثلا أقارب أو غيرهم هل يتطلب ذلك إخبارهم بمثلا ما يجري عندنا من أشياء مثلا تحدث عندي في البيت، هل لأن حدث لي مشكل أنني بمجرد أنني خطبت لابني ولم أخبرهم بالخطبة، قلت أخبرهم بعد ما يكون هذا الأمر يحدث. نعم. لكنهم غاضبوا مني وحقدوا علي بالرغم أنني طالبت يعني طلبت منهم أنهم يسامحونني في هذا الخطأ لأنني ذهبت إليهم ولم أخبرهم. نعم. فغاضبوا وحقدوا وبالتالي طلبت السماح منهم وطلبت العفو لكنهم بقوا دائما. هل أنا على خطأ؟ طيب. يعني شيخ السؤال الثاني يا أختي، هل يجب كل مرة أن يعني فهمتني يا شيخ؟ واضح؟ واضح جدا، شكرا. سؤال آخر. بارك الله فيك يا أم أمين. عبد الرحمن تفضل. أخي عبد الرحمن تفضل، أنت على الهواء. يزيد فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله، أول شيء أشكركم على برنامج وبارك لكم على الشهر علينا عشر الحجة بالخير والبركة. الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. اللهم آمين. اللهم آمين وإياك. أول شيء أنا من السعودية، ما أنا من الجزائر. الله يتقبل. حياك الله يا أخي عبد الرحمن من السعودية. الله يحييك. عندي سؤال، بالنسبة لو وافق يوم عرفة يوم الجمعة يجوز صيام يوم الجمعة أو ما يجوز؟ طيب. والسؤال الثاني، بالنسبة لو أعطيت الوالد قيمة الأضحية يعني يجوز إني أشيل من الشعر ولا ما يجوز ولا؟ الأضحية لمن؟ لا كل للوالد. لا يعني للوالد ويعني للبيت يعني. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. الله يعطيكم العافية. بارك الله فيك. أم خالد معي تفضلي. أم خالد معنا. أمة الله من العراق تفضلي. أختي أمة الله. أمة الله من العراق تفضلي. ألو. تفضلي يا أختي. يا أليس في خالد نور. تفضلي يا أختي. سؤالي للشيخ هو أن أنا مقاطعتي لأخوي بناء على أنه مطلق ثلاث وفتوى المشايخ صحيحة وما واجب اتجاه هذا الأخو، وهو أكثر بعدين قال لا أنا استفيد يعني هذا الأمر خطو فعلا، بس أنا سؤالي لنفسي ما واجب اتجاهها بس. طيب جوابك الشيخ خالد قبل شوي أنه ما عليك إثم وما دامت أنك بينتي لهم وقلتي لهم. لا يا شيخ. طيب شو واجب اتجاهها؟ وترى عفوا ترى الكهرباء جت عندنا فما ما عندي اتجاه ولا بالجواب على الجوال. إيه. طيب الآن هي عادت لنا الأخت الكريمة الذي طلق زوج أخوها زوجته عندهم وتقول أنا وش واجبي يعني تجاه الناس؟ ما عليك شيء يا أختي، هذا الأمر يخص زوجك، يخص أخاك وزوجته، وبالتالي أنت ما عليك شيء. بينتي لهم. إذا كان عندك إشكال فيما وقع قولي لهم، اسألوا أهل العلم في رجوعكم هل هو صحيح أو لا. لا يجب عليك أكثر من هذا، ولا تشيلين هم وتدخلين في قضايا ومشاكسات معهم، وقد بينت لهم الأمر وهو في ذمتهم، أمر يرجع إليهم هم المحاسبون عليه. هذا الجواب. طيب يجوز في سؤال ثاني؟ تفضلي يا أختي. في سؤال ثاني؟ تفضلي يا أختي. السؤال الثاني موضوع قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحم الموت. احنا عندنا في مجتمعنا قليل في المرأة من مجتمعات هي اللي وجهها عن حميانها. فهل الأخوات اللي قبل الزوجات عادي يعني كانوا يعتبرون الحمى أخو؟ فهذا صحيح ومن واجب؟ طيب. كان موضوع اللي لقيت في وجهي ويعني يكون يعني تعجل بأجلي صعب عند بعض مكانه، فمن واجب تجاه هذا الأمر؟ طيب طيب تسمعين إجابة. شكرا لك يا أمة الله وأعود لكم فضيلة الشيخ. معي متصل هاجر تفضلي. أنا؟ تفضلي هاجر. أختي هاجر معنا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حبيت أسأل عن نبات الكت. أيوه ما بيها؟ حكمة، لأن في مشايخ قالوا تجوز في مشايخ قال لا. طيب سؤال آخر يا أختي هاجر. لا شكرا. شكرا لك بارك الله فيك.
معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا من عرف بعقارات الرياض يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاكتتاب في البنك الأهلي جزاكم الله خيرا، خاصة وأنه سيطرح الاكتتاب قريبا؟ الاكتتاب في أصله إذا كان العمل الذي يقوم به الجهة التي طرحت أسهمها للاكتتاب مباحا فإنه يجوز الاكتتاب، ولو كان فيه شائبة إشكالات هنا ينبغي الترك، لكن من حيث الجواز يجوز. فيما يتعلق بالاكتتاب في البنوك، البنوك معلوم أن عملها يدور على أمرين: الإقراض والاقتراض، وغالب البنوك تشتغل بهذا، وقد تنتهج في الوصول إلى هذه الخدمة مسالك وطرق شرعية، وقد تتخذ طريق الفائدة والربا الذي عليه كثير من البنوك العالمية التقليدية. إذا كان الأمر على هذا النحو فأيضا الاكتتاب يأخذ حكمين في البنوك: من يعتمد المصرفية الإسلامية ويبعد عن الربا الاكتتاب فيه مباح، ومن يعتمد المصرفي ومن يعتمد الطرق المعتادة الربا والقرض بفائدة فلا يجوز الاكتتاب في أسهمه. البنك الأهلي الحقيقة خطى خطوات للتحول إلى المصرفية الإسلامية، لكن هناك يعني إشكاليات كثيرة لم تحل بعد، تتعلق بمساهمات البنك، تتعلق بخزينته، تتعلق بنواحي عديدة في القضايا المالية التي فيه. لذلك أرى أن لا يقدم الإنسان على المساهمة في مثل هذه البنوك التي يغلب عليها الاشتباه، وإن كانت خطت خطوات لتحسين الأمر لكن لم تصل إلى الحال التي تخرجها عن دائرة المحرم، أو حتى عن دائرة يعني عن دائرة المحرم لو كان في دائرة مشتبه لكنها ما زالت في الدائرة الأولى. نعم. وصيتي أن يتريث المساهم وأن لا يقدم حتى يتحقق من أن البنك خطأ خطوات جادة واضحة معلنة في تصحيح مساره والانتقال من الفائدة إلى مراعاة الضوابط الشرعية. وهذه مسؤولية طبعا، وهذه مسؤولية الحقيقة يعني تتعلق لا تختص بالمساهمين. السؤال الأخ مساهم ويسأل عن الاكتتاب، لكن أدعو الإخوان القائمين على البنك أن يبادروا إلى استكمال المشوار. هم بدأوا بالتأكيد وخطوا خطوات مباركة، والهيئة الشرعية يعني ساعدت في هذا، ولعل ذلك يكتمل بتصحيح المسار وإتاحة الفرصة للناس حتى صحيح. يكتتبوا على وجه صحيح، لأن الناس في الحقيقة سيكتتبون يعني، ولكن كون الأمر يكون متاحا على وجه يبعد عن الناس الإثم ويحقق لهم الكسب أطيب لهم وأطيب للبنك وأبرك فيما يؤمله من عوائد. بارك الله فيك، التوفيق للجميع. اللهم آمين. أبو طيف يسأل عن الأحكام المتعلقة بالأذان، وكذلك يسأل عن معنى قول اللهم رب هذه الدعوة التامة. الأحكام المتعلقة بالأذان ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وقد جاء تفصيل هذا في حديث عمر حيث كان يرد مع المؤذن كل جملة يقولها إلا الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها نداء وليست ذكرا في ذاتها. الأذان معاني عظيمة، وإذا تدبره الإنسان وجد خيرا كثيرا وحيا قلبه ونشط للطاعة والإحسان، وفي فضائل عظيمة، منه أنه من قال مثل ما قال المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم حلت له الشفاعة، وهذه مرتبة عليا وعمل لا يكلف الإنسان. إذا سمعت المؤذن فأجبه، قل كما يقول، ثم صل على النبي، قل اللهم صل على محمد، وهذا كافي في تحقيق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكماله الصلاة الإبراهيمية على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إلى آخر الصلاة. ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعدته. هكذا تحل لك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. من الآداب المتعلقة بالأذان
أيضا أن يقول عند الشهادتين إما بعدهما أو بعد الفراغ من الأذان أن يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا، فقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. واختلف العلماء في موضع هل يقول بعد الشهادتين أو بعد الأذان، والأمر في هذا واسع، قاله بعد الشهادتين أو قاله بعد فراغ الأذان فإن ذلك من السنن الواردة في الأذان. أن يصلي ركعتين بعد الأذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذان صلاة سواء كان له صلاة راتبة أو ليس له صلاة راتبة، كل هذه آداب تتعلق بالأذان. أما معنى قول القائل اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة، هذه الدعوة هو الأذان الذي سمعه وردده، وأما رب فالراء الربوية هنا بمعنى الصحبة أي صاحب هذه الدعوة التامة، صاحب هذه الدعوة كما تقول رب البيت صاحب البيت، رب المنزل صاحب المنزل، رب الأسرة أي صاحبها ومن يقوم عليها. فالله عز وجل رب هذه الدعوة هو الذي شرعها وهو صاحبها، والناس يدعون إليه جل في علاه لمناجاته واللقاء به سبحانه وبحمده. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. إذا كان مأموما في صلاة سرية ونسي بعض أركان الصلاة كقراءة الفاتحة وغيرها، ماذا يجب عليه؟ إذا كان مأموما، نعم، هو إذا نسي ركنا من أركان الصلاة يجب أن يأتي به، لا يجبره سجود سهو ولا يجبره أن يكون إماما أو مأموما. أنا فهمت أن الأخ يعني على كل حال إمام أو مأموم يجب أن يأتي به، فإن كان إماما فيجب عليه أن يأتي بما أخل به، إن كان مأموما فإذا فرغ الإمام من صلاته أتى بما نقص. فمثلا لو أنه والله في الركعة الثالثة من صلاته ما قرأ الفاتحة، ذهل أو قرأ التحيات وركع الإمام وركع معه، هنا أخل بقراءة الفاتحة التي هي ركن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ماذا يصنع؟ يتابع الإمام في فعله، ثم بعد ذلك إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة مكان الركعة التي أخل بركن فيها وهي التي ترك فيها قراءة الفاتحة. مثل إذا كان إماما فإنه إذا أخل ولو بشيء من الفاتحة ولو في السرية فإنه ما يقول والله أنا وش بزين الجماعة وراي يعني بيشكل عليهم، لا، يعني أنت أمرت بإحسان الصلاة وإحسانك الصلاة لك ولهم، وبالتالي أتم الصلاة على نحو يكون صحيحا، فقرأ الفاتحة بركعة تقرأ فيها الفاتحة وتأتي فيها ببقية الأركان واسجد للسهو بعد السلام. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخت أم أمين من الجزائر تقول أنا لي قرابة ورحم وأصلهم، لكن أحيانا يحصل في بيتي بعض الخصوصيات مثلا خطبة أو زواج أو حدث معين، هل يجب علي وهل من مقتضيات صلة الرحم أن أخبر أقاربي بهذا الأمر، وبالتالي حينما يعني أنسى أو لا أريد أن أخبرهم بهذا الأمر يعتبر يعني خطأ وإخلال بهذه الصلة ينتج عنه مثلا زعل أو غضب علي؟ وصلة الرحم المأمور بها في الكتاب والسنة والتي جاءت النصوص بفضائلها والحث عليها هي إيصال كل إحسان ودفع كل مذمة ونقصان عمن تربطك بهم صلة قرابة، وهي متفاوتة وبالتالي ليسوا على درجة واحدة في الإحسان. ما يجري في بيت الإنسان أيضا ليس على درجة واحدة، فمنه ما يتعلق بغيره ومنه ما يخصه بلا، يعني مثلا بنطبخ اليوم عشاء، ما هو بلازم نروح نقول لأقاربنا إن والله عندنا اليوم عشاء أو نبي نطلع نتمشى أو ما إلى ذلك، هذه أشياء خاصة محصورة في أفراد الأسرة، نعم، لا يلزم أن يخبر بها الآخرون. أيضا فيما يتعلق بالزواج سواء خطب منك أو خطبت لولدك من غيرك، في هذه الحال أيضا هذا يختلف. صلة الرحم البعيد ليس له من حق الإخبار كما للرحم القريب كالأبي والأم مثلا والقرابات الملاصقة أو من سيتأثر بهذا الارتباط، يعني قد لا يرضى هذه الأسرة وتصير مشكلة أو قد يكون هناك قد يأتيه الخبر من طريقهم فيقول حنا آخر من يعلم، هنا تحتاج إلى معرفة يعني المناسب في التصرف والتوقيت حتى لا تقع إشكالات. إذا وقع مثل ما ذكرت الأخت قالت أنه يعني صار وزعلوا، هنا اسعى في الإحسان إليهم وإرضائهم بكل وسيلة تستطيعها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هيا معي تفضلي أختي هيا. تفضلي. ألو. تفضلي هيا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. أنا صليت أخذت شقة بالحرم مكة. نعم. وصليت بس على صوت السماعة على صوت الإمام. نعم.
صحيح الصلاة ولا لا؟ هذا إيه يختلف يا شيخ بعد المسافة قربها؟ وين أنت؟ حول الحرم يعني؟ هي حول الحرم يعني مي بعيدة مرة. تصلكم الصفوف؟ شلون الصفوف؟ صفوف المصلين تصل إلى مكان إقامتكم المبنى اللي أنتم فيه؟ لا ما تصل. طيب تسمعين الإجابة يا أختي الكريمة. شكرا هيا، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الرحمن من السعودية سأل إذا وافق عرفة يوم جمعة، ونعلم النهي في تخصيص مثلا يوم الجمعة صيام يوم الجمعة لوحده، فهل يشمل ذلك صيام يوم عرفة؟ ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. هذا أصل يستحضر في كل من أراد أن يصوم هذا اليوم لأجل أنه جمعة، نعم. يعني يتقرب إلى الله تعالى بصيام هذا اليوم لا لمعنى آخر إنما لكونه يوم الجمعة. هنا نقول له نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا التخصيص إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، وعند ذلك يزول التخصيص. أما من صام يوم الجمعة لمعنى آخر لا يتصل بيوم الجمعة، كان يصوم الجمعة لأجل أنه اليوم الذي يتمكن فيه من قضاء صيامه حيث أنه مشغول كل الأسبوع وعنده إجازة يوم الجمعة وأيسر له الصيام، هنا لم يخص الجمعة، إنما لو كانت إجازته الخميس لصام الخميس، لو كانت إجازته السبت لصام السبت، لكن وافقت الجمعة، هنا معنى آخر. مثل أيضا من صام يوم الجمعة منفردا لموافقة فضيلة يوم من الأيام التي جاء فضل صيامها كصيام عاشوراء مثلا أو صيام عرفة أو صيام يوم وإفطار يوم في صيام داود ونحو ذلك، هذا الصيام ليس مما يدخل في النهي. لماذا؟ لأنه لا يتقصد صيام الجمعة لأجل إدراك فضيلتها، فهو لا يدخل في قوله لا تخص يوم الجمعة. على أن ما يتعلق بصيام يوم عرفة هنا يعني هو في أيام فاضلة، فلو صام يوما قبله بلا إشكال أنه لا يلحقه بذلك مخالفة لأنه صام يوما قبله. لكن لو قال والله أنا أريد أن أدرك فضيلة صيام عرفة ولا أريد أن أصوم يوما قبله، نقول صم يوم الجمعة ولو كان منفردا، وذاك أنك صمته لمعنى غير التخصيص فلا حرج. بارك الله فيك. يسأل لو أعطى الوالد قيمة الأضحية وهل يمسك هو من، بمعنى أن القيمة من الولد لكن رب البيت هو الوالد، وبالتالي هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته، من يلزمه أن يمسك؟ رب البيت، نعم الوالد، بمعنى أنه يعني إذا أعطى والده مال يعني مساعدة له في الأضحية أو أنه يعني يشتريها ليقوم فهذا الحكم يتعلق بالوالد لا بالولد. بارك الله فيكم. هاجة تسأل عن عباءة الكتف هل تجوز أو لا تجوز؟ لا بأس بها بشرط أن تكون فضفاضة واسعة لا زينة فيها لا تبدي المفاتن، نعم. وهذا هذه شروط مهمة. عندما تلبس المرأة عباءة كتف كالفستان هنا ما يمكن تقول هذه عباءة كتف والعلماء قالوا يجوز أو من العلماء من قال يجوز، لا هذه لا تجوز لأنها تبدي المفاتن. بارك الله فيكم. تسأل هي عن صلاتها في شقة في الحرم بعيدة قليلا، لا بد من أن تكون الصفوف قد وصلت أو أن ترى من خلف الإمام، يعني الصلاة في الفنادق الآن المحيطة حول الفنادق تتفاوت، منها ما هو ترى منه الكعبة، نعم. والمصلين وتصل الصفوف إليك في أيام المواسم والزحمات، فهنا الصلاة في هذه المواطن لا بأس بها، نعم. أما ما كان بعيدا أو لا يصل إلا من خلال مكبرات الصوت ولا يدري ولا يتصل بالصفوف والصفوف منفصل عنه فهذا لا يصح. بارك الله فيكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور خادم عبد الله مصلح، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم، عضو التوعية في الحج، أسأل الله سبحانه وتعالى يزيد حنا. بارك الله فيك، حياكم الله. شكرا لكم متابعة الحلقة، حتى الملتقى نستودعكم الله. ضيفنا في الغد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ترك الخفلان، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، ونشهدك يا ربنا بأننا نحبك
ونحب ملائكتك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك بأنه قد أدى الأمانة. اللهم إنا نشهدك بأنه بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد فيك حق جهاده. اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته.